هذا توسع في حل المثال 7 المتعلق بالانتقال الجزئي للوصول والالتزامات، اللي فيه وصول والتزامات انتقلت ولكن مش كاملة، تم استثناء بعضها. وسبب التوسع فيه أنه اختلف مبلغ مؤسسة التمويل حساب جاري دائم في البنك في الحل عما هو عليه في النص. هون استعمل 14 مليون و500 ألف، وهون استعمل 14 مليون و600 ألف. فنحن على سبيل التذكير بدنا نرجع هون للميزان المراجعة. هو عاطي حسابات تحت بعض، نحن عملنا ميزان مراجعة بالحل، حطينا حسابات لطبيعتها طبيعة رصيدها ما بيكون إلا دائن، حطيناها بالجانب الدائن للميزان. الحسابات اللي رصيدها ما بيكون إلا مدين، حطيناها في الجانب المدين للميزان. طلع مجموع الجانب المدين ومجموع الجانب الدائن 330 مليون. هلا مين الحسابات اللي رصيدها ما بيكون إلا دائن؟ رأس المال بتشتري الدورة، لأنه هو رسامي الخاصة بتشتري الدورة بس بشرط تكون أرباح، هو رصيده ما بيكون إلا دائن. استهلاك، كل شيء اسمه استهلاك المقصود فيه يعني مجمع الاستهلاك، استهلاك مصاريف التأسيس والبرمجيات والأبنية والمعدات وآليات وأدوات وأثاث، رصيده بده يكون دائم ضروري، لأنه هو اللي مرتبطين بالحسابات الأصول بطبيعة عكسية لهذه الأصول. الأصول عادة بيكون رصيدها مدين، واستهلاك الأصول بيكون رصيدها دائم. رصيد الأصول ما بيكون طبيعة رصيد الرصيد الطبيعي للأصول مدين. الموردون وأوراق الدفع وموردون الأصول الثابتة بالجانب الدائن للميزان، لأنه هو الالتزامات، والالتزامات ضروري يكون رصيد دائن. وكذلك ذمم دائنة متعلقة بالعبوات الموضوعة بالأمانة، وكذلك مؤسسة التمويل حساب جاري دائم في البنك. هلا هذا طبعا لو أنا مش عارف هو عم بيقول دائنة وهون دائن، بس هو الالتزامات، وكون الحسابات التزامات يعني بدهم يعدوا بالجانب رصيدهم بيقعد بالجانب الدائن للميزان. هلا بالنسبة للحسابات اللي بيقعدوا بالجانب المدين، في عندي الأصول، هول الأصول من مصاريف التأسيس لغاية الأثاث، هول حسابات أصول ثابتة، وكون حسابات أصول الرصيد الطبيعي لازم يكونوا مدين. المخزون هو أصول، كل شيء اسمه مخزون أصول، وكون حسابات أصول الرصيد الطبيعي لهم مدين. الزبائن وأوراق القبض أصول لنفس السبب، رصيد الطبيعي مدين. أعباء محتسبة مسبقا أصول، رصيد الطبيعي مدين. الصندوق أصول، رصيد الطبيعي مدين. أما البنك فيه يكون دائن إذا كان انكشف، ولكن هون مدين بالمثال اللي بإيدنا رصيده مدين. جينا جمعنا طلع مجموع الجانب المدين 330 مليون، ومجموع الجانب الدائن 330 مليون. هلا من هون بدي اعمل الميزانية، بدي اخد الأرصدة، حجيب مصاريف التأسيس ونازل، حجيب استهلاكاتهم. استهلاك مصاريف التأسيس 1,400,000، استهلاك البرمجيات 3 مليون، وبعدين حجيب استهلاكات الأبنية ونازل، ما في استهلاك للأراضي. هلا المواد، مخزون المواد وثلاثة مخزونات قاعدين تحت بعض، حجيبهم مع بعض. الزبائن وأوراق القبض حجيبهم مع بعض قاعدين تحت بعض. البنك نازل عنهم شوي، هاي البنك، والصندوق آخر شي، هاي الصندوق. الأعباء المحتسبة مسبقا، هاي الأعباء المحتسبة مسبقا، هاي حسابات الأصول. هلا حسابات الرسامين الخاصة، رأس المال ونتيجة الدورة أرباح. حسابات الالتزامات،
الموردون وأوراق الدفع وموردو أسوس سكة قاعدين تحت بعض، حجيبهم تحت بعض، ذمم دائنة نازلة عنهم شوي، حجيب المحل ما هي قاعدة، وحساب جاري دائم في البنك نازل عنهم شوي. هذا الميزان، ميزان المراجعة، عفوا هاي الميزانية مأخوذة من ميزان المراجعة، متوازنة في المجموع العام للقيم الصافية 248 مليون و100 ألف في الأصول، و248 مليون و100 ألف في الخصوم المطلوبات. هلا قال لي إنه كل هدول الأصول باستثناء، قال لي باستثناء الأثاث والأدوات المكتبية حينتقلوا، مش إذا ما قال لي باستثناء مصاريف التأسيس، يعني مصاريف التأسيس بدها تنتقل، لا مصاريف التأسيس ما فيها تنتقل، فهو مش بحاجة يقول لي باستثناء مصاريف التأسيس، قال لي استثناء للأدوات المكتبية والأثاث لأنه هون فيهم ينتقلوا بس اتفق على عدم انتقالهم، هيك قايل، قايل على أن يستثنى، على أن يستثنى منها الأدوات المكتبية والأثاث التي تم الاتفاق على سحبها من أجل شراء بدائل جديدة لها. قالوا إنه صارت عتيقة بدنا نجيب شيء جديد فما حتنتقل. فجينا حطينا هون الأصول اللي أعيد تقديرها، أعادوا تقدير 6 من حسابات الأصول، الأراضي والأبنية والمعدات والآليات والمخزونان، مخزون مواد أولية ومخزون منتجات، هو اللي أعيد تقديرهم، حطينا قيمتهم هون، وحطينا هون كل الأصول المنتقلة من البرمجيات لغاية الأعباء المحتسبة مسبقا، المنتقلة فقط، يعني استثنينا الأدوات المكتبية والأثاث ما حطيناها، حطينا كل الالتزامات المنتقلة، وهون كل الالتزامات منتقلة بلا استثناء. فجينا قلنا البرمجيات مش مذكورة هون بقيم إعادة التقدير، فأخذناها بقيمة الدفترية الصافية البالغة 6 مليون، الأراضي مذكورة أخذناها بالقيمة التقديرية 130 مليون و500 ألف، الأبنية مذكورة ب 73 مليون، المعدات الصناعية كذلك بالقيمة اللي تقدرت فيها اللي هي 10 مليون، آليات النقل بالقيمة اللي تقدرت فيها اللي هي 6 مليون و500 ألف. كل هذه القيم مختلفة عن القيم اللي موجودة بالميزانية، يعني من الأراضي ونازل. مخزون مواد أولية برضو تقدر بقيمة مختلفة عن القيم اللي موجودة بالميزانية، مخزون العبوات لا، حنجيبهم من القيمة اللي قاعدة هون بالميزان، مخزون المنتجات بالقيمة اللي تقدر فيها اللي هي 21 مليون، الزبائن بالقيمة اللي تقدر فيها اللي بالقيمة اللي موجودة بالميزانية لأنه ما تقدر بقيمة مختلفة 7 مليون، أوراق القبض 9 مليون، البنك 15 مليون، الصندوق مليون، والأعباء المحتسبة مسبقا مليونين و500 ألف. هذا المجموع الأصول المنتقلة بالقيمة اللي تقدرت فيها 273 مليون. هلا بالنسبة للالتزامات، الالتزامات كلهم حينتقلوا بأيامهم الدفترية إلا الحساب الجاري الدائن في البنك. عم بيقول تبين أنه رصيد الحساب الجاري الدائم في البنك، وقد تبين أن الرصيد الصحيح للحساب الجاري الدائم في البنك 14 مليون و500 ألف وفقا لكشف الحساب الوارد منه، لكن هدول حيحطوا مش 14 مليون و600 ألف، 14 مليون و500 ألف، فبيطلع صافي المقدمات 213 مليون، صافي المقدمات 213 مليون. هلأ هو رأس ماله في الشركة عم بيقول على أن تنتقل المؤسسة ككل بمبلغ 300 مليون، يعني رأس مال الشريك البار في الشركة مئة مليون، صافي مقدماته 213 مليون، الشهرة
300 مليون ناقص 213 مليون، الشهرة 87 مليون. هذا السبب اللي خلى مؤسسة التمويل تذكر برصيد مختلف عن الرصيد اللي ظاهر في ميزان المراجعة، لأنه بورود كشف الحساب من هذا البنك تبين أنه الرصيد الدائن له 14 مليون و500 ألف، مش 14 مليون و600 ألف. فبناء على ذلك بتكون الشهرة 87 مليون مش 87 مليون و100 ألف. طيب، هذا هو توضيح لحل هذا المثال، الباقي ما بيختلف عن اللي وارد هونيك بالفيديو.